في إيران قتل شرطي إثر إطلاق النار عليه خلال مواجهات اندلعت غربي البلاد في إطار التظاهرات المناهضة لرفع أسعار الوقود. وقتل مدني أمس واعتقل العشرات خلال الاحتجاجات، فيما تحدثت مصادر أخرى عن مقتل 15 متظاهر. تطورات ميدانية أكد المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي على إثرها التمسك بقرار زيادة أسعار البنزين وتقنين سوقه. حمى الربيع العربي تصل إيران بخريف فارسي، فتيل بركانه انطلق مع رفع أسعار الوقود بثلاثة أضعاف، ووقوده الشعب الإيراني القابض على جمر الغلاء والحصار الاقتصادي. التظاهرات التي قابلتها السلطة الحاكمة بالعنف واتهامات بالعمالة والارتباط بالخارج، حيث تم قطع شبكة الانترنت لمدة 24 ساعة في كافة أنحاء البلاد. فيما حذر وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أن كل من يستهدف الممتلكات العامة والخاصة ستتعامل معه الأجهزة الأمنية بصرامة. وكان المرشد الأعلى علي خامنئي أيد زيادة أسعار البنزين التي سببت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وألقى باللوم على الثورة المعارضة للجمهورية الإسلامية وأطراف أجنبية في إحداث ما وصفه بالتخريب. لا شك أن بعض الناس يشعرون بالقلق من هذا القرار، لكن التخريب والإحراق الذي يقوم به مثيري الشغب هم ليسوا من شعبنا، وإن الثورة المضادة وأعداء إيران يواصلون بالدعم الدائم للتخريب وانتهاك الأمن، وإن الزيادة في أسعار البنزين تستند إلى رأي الخبراء ويجب دعمها. في السياق ذاته أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل شرطي خلال المواجهات التي وقعت غرب إيران، فيما تم اعتقال أكثر من 100 شخص في عدد من المدن أهمها مشهد وساري ويزد. من جهته اعتبر حسام الدين أنشا مستشار الرئيس الإيراني أن بلاده ليست العراق ولا لبنان، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية أغلقت منذ سنوات، متهما بعض وسائل الإعلام الأجنبية بمحاولة تشويه الحقائق داخل إيران. هذا وسيعقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة اليوم يناقش خلالها آخر تداعيات الاحتجاجات التي شهدتها إيران بالأيام الأخيرة، ويأتي ذلك وسط ردود فعل سلبية واسعة من بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين. لمناقشة هذه القضية ينضم إلي الآن عبر خدمة سكايب من دبي السيد موسى الشريفي، المحلل السياسي والمختص بالشأن الإيراني. مساء الخير لك سيد موسى. يعني قضية البنزين هي ليست القضية الوحيدة في إيران، نشهد في إيران بين الحين والآخر مظاهرات عدة، لكن إلى أين تنحدر الأمور هذه المرة، خاصة وأن طهران يعني طلبت إغلاق معابر حدودية مع العراق؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني حقيقة القضية مثل ما تفضلتي ليس يعني ترتبط برفع أسعار البنزين، وإنما هذه التظاهرات هي نتيجة لتراكمات عدة في الشارع الإيراني. الشارع الإيراني يحتقن منذ سنوات طويلة لسياسات الحكومة وتهوراتها في السياسة الخارجية التي انعكست على الوضع المعيشي داخل إيران، ويعني الشعب الإيراني كان ينتظر أي شرارة، أي حجة، أي دليل ينتفض في الشارع. هذه الانتفاضة حقيقة تختلف من سابقاتها، يعني هناك مدن كثيرة أثارت. أمس كانت المدن حوالي 53 طيب مدينة. طيب سيد موسى، يعني هذا القرار يتعلق بجانب اقتصادي، إلى أي مدى يمكن أن يكون نتيجة سياسة العقوبات الأمريكية ضد طهران؟ ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صرح للمتظاهرين بأن الولايات المتحدة تدعمكم، لكن إلى أي مدى سيتجاوب المتظاهر الإيراني مع الولايات المتحدة؟ هو يعني الشعب الإيراني حقيقة كثير يراهن على الدعم الخارجي، كما تعرفين يعني عند مظاهرات 2009 الجماهير رفعت شعارات بالفارسي أوباما يابا أنها ياباما، يعني أوباما هل أنت مع النظام أو معنا، فهذه تغطي الشارع الإيراني يعني نوع من المعنويات. لكن هذه المرة هنالك أيضا يعني أود الذهاب إلى منحى آخر، إيران حاضرة في صلب التظاهرات أيضا يعني في لبنان وأيضا في العراق.
الوضع مركب أكثر. نعم، هي هاي المظاهرة حتى أدواتها في الداخل تقريبا تأثرت واستلهمت من المظاهرات في العراق ولبنان. مثلا إغلاق الطرق ما كانت هاي سابقة من أول من نوعها في إيران. هناك عامل ثاني يعطي هذه المظاهرة زخما كبيرا، وهو يعني قيام المدن الآذرية داخل إيران، مثلا تبريز وأرومية والمدن الآذرية التي تشكل 30% من سكان إيران. هذه المدن كانت لها دور في حسم الثورات داخل إيران، من الثورة الدستورية إلى ثورة 1979. تبريز اليوم يومين هي ثائرة، الآن الطلاب في تبريز يعني انضموا إلى الاحتجاجات، وهناك يعني تصاوير نشرت على يعني شبكات الإنترنت. في تبريز الانتظام، القوى الانتظامية بما أنهم أكثرهم أذربيجانيين، نعم، يعني لا يقمعون الشعب، أكثرهم هربوا أمام الجماهير، نعم، وبالتالي دخول تبريز على الخط يمكن يغير المعادلة، لأن تبريز وأذربيجان لم تدخل، نعم، طب في السابق. سيد موسى، يعني نعم، هل يمكن أن نشهد هذه المرة في حال يعني استمرت هذه التظاهرات الشعبية وتوسع نطاقها، هل ستقدم إيران تنازلات للولايات المتحدة فيما يتعلق يعني بالملف النووي وغيرها أيضا من المحادثات التي يرفضها خامنئي طاولة الحوار مع الولايات المتحدة؟ هي بالواقع خلينا نكون صريحين، يعني الشعب الإيراني هو لا يحب هذه الحكومة بصراحة. يعني الولايات المتحدة ممكن تضغط على النظام أو تتوصل مع النظام إلى تفاهمات، ولكن هذا لا يعني أن الشارع يقبل هذا النظام. الشارع فقد اعتماده، فقد ثقته بهذا النظام. هذا النظام 40 نعم. سنة لم ينجز أي إنجاز للشعب الإيراني، والشعب الإيراني وصل إلى طريق مسدود أن نعم. هذا النظام طالما يستمر، طالما الوضع يتقهقر نعم. إلى الوراء. شكرا لك السيد موسى الشريفي، المحلل السياسي والمختص بالشأن الإيراني، وقد حدثتنا من دبي.